الماضي تحدثنا عن عملية تنصيب نظام كوها على نظام أوبونتو. حابب أحكي على موضوع ثاني وهو كيف إنه نعمل، وطبعا إحنا بالفيديو الماضي عملنا دومينين ديمو داش أدمن وديمو دوت كوها دوت كوم، فحابب أحكي عن كيف نعمل الـ connection secure من خلال Let's Encrypt. طبعا الموضوع بسيط، فيكم تلاقوا كتير شروحات على الإنترنت، أنا بحب بشكل عام الشروحات اللي بيقدموها ديجيتال اوشن محدثة وسلسة الاستخدام، فهذا راح اترك الرابط بالوصف تبع الفيديو. How to secure Apache with this encrypt on Ubuntu 20.04. طيب الخطوات، ستيب 1 ننزل السيرف بوت، فأنا بعدني متصل بالسيرفر وهذا الفيديو عم سجله يعني مباشرة بعد ما سجلت فيديو الانستليشن السابق، فنحن بعدنا على نفس محل ما تركتكم من قبل بنفس المكان. الآن راح نضيف سيرتيفيكات SSL سيرتيفيكات. طيب نزلنا سيرت بوت، بعد ذلك نروح على هم هنا عم ينصحونا انه نروح على المواقع اللي احنا عندناها بالسايت افيلبل ونضيف سيرفر نيم او سيرفر الياس. بشكل افتراضي كوها بضيف هذه الامور على ما اذكر، بس خلينا نتاكد بشكل او باخر. احنا عندنا اسمه ديمو دوت كونف، تمام؟ فديمو دوت كونف، ففي عندنا هون السيرفر نيم فعلا موجود اللي هو ديمو دوت كوها دوت كوم، هذا بالنسبه للاوباك. بنفس الوقت احنا في عندنا هون انترانت، كمان انترانت في عندنا سيرفر نيم ديمو ادمن دوت كوها دوت كوم، تمام؟ فبشكل او باخر احنا ما محتاجين نعمل اي خطوه هنا، فنعمل كنترول اكس، تمام؟ بعد ما انتهينا من هذه الخطوة نحن نحتاج انه ننفذ هذا. If your current virtual host configuration doesn't match the example update accordingly when you are done, save the file, quit the editor, then run the following command to validate. فهذا الكوماند بشكل او باخر ما نحتاجه، بس حتى نتأكد انه التعديلات تاعتنا ما خربت شيء، بس لا يضر انه نحن ننفذه كمان، هو يعني فقط لنتأكد انه نحن السنتاكس تبعنا اوكي وهو كذلك، لانه ما عدلنا فيه اساسا شيء. بعدين نعمل ريلود، ما نحتاج حتى نعمل ريلود وما راح اعمل ريلود، احنا ما عدلنا شيء بالكونفجريشن بالنهايه، تمام؟ طيب هنا اذا كان في عندنا ابونتو فاير وول نحن ما في عندنا ان اكتف، ممكن اذا بانفايرمنت حقيقيه ممكن يكون من جيد انك تعملوا له انيبل، او اذا كان في عندكم فاير وول يعني على مستوى اعلى من السيرفر، فممكن يعني يكون ما في داعي له، تمام؟ فهنا بس عم بياكدوا لكم انه تكونوا عاملين انه تعملوا enable لل HTTPS ports. طيب هي Apache Fall Allow Anywhere Apache Fall Version 6 اللي هي IPv4 IPv6 اتوقع. طيب المهم هذا كله ما راح نحتاجه. Step 4 سدو سيرت بوت Apache، طبعا ما راح يشتغل معكم هذا الشيء غير اذا كان عندكم دومين يعني، تمام؟ فالان هذا لحاله راح يشوف الاباتشي، راح يشوف شو هي السايت انيبلد، وراح يشوف شو هي الدومينز الموجوده عندنا، وبعدين راح يعمل ريكويست لسيرتيفيكيت. بالمره الاولى راح يطلب منكم ايميل، اتوقع الان يطلب مني ايميل لانه هذا السيرفر فريش ما نستخدمه من قبل، تمام؟ فالان عم يطلب مني شو الايميل ادرس اللي انا احب استخدمه، فهذا ايميلي اذا حدا كمان حابب يتواصل معي كرم@gmail.com. فهل نحن موافقين على السيرفيس والاجريمنت تاعتهم؟ فنحن بنكبس A لأجري وبعدين انتر. Would you like share your email؟ يعني الامر بيرجع لكم yes or no. فهون عم بيرجينا انه هاي الدومينات اللي رح نعملها رح نضيف لها سيرتيفيكيت، فهل امورنا تمام معها؟ فنحن اوكي. Select the appropriate number separated by comma or space or leave the input blank to select all. فنحن بدنا select all فرح نترك فاضي ونكويس انتر. فالان هو رح يعمل challenge، رح يضيف مثل ملف بفولدر well known، وهذا الفولدر هم let's encrypt رح يتصلوا فيه، فاذا استطاعوا يتصلوا فيه فهم بالتالي بكونوا تاكدوا انه فعلا نحن اصحاب هذا الدومين، فرح يعطونا السيرتيفيكيت. طيب فهلا الان هو already تقريبا اتوقع خلص، فهو عم يسالنا هل انت بدك يكون في امكانيه انه ناس تفتح على السيرفر تبع او يعني السيستم كوها مثلا بحالتنا بدون اتش تي تي بي بدون اتش تي تي بي اس. ف باي ديفولت
في عندنا خيارين عفوا، نو ريدايركت او ريدايركت. اتوقع هو باي ديفولت تشوز، او ما في ديفولت، يبدو نحن لازم نختار. فانا افضل انه دائما يكون في ريدايركت. تمام، اكبس انتر. فهون كونجراتيشن تم added اباشري رايت كذا، فهو ضاف رولز حتى يعمل ال ريدايركت. فالان اذا جينا لهنا وعملنا ريفرش، هذه صفحة الأدمن، نلاحظ أنه صارت سيكيورد. إذا نضغط هنا سيكيور كونكشن سيرتيفيكيت إز فاليد، ويحكي لنا أنه هي صالحة لمدة 3 شهور. وطبعا أنتم ما تحتاجوا أنكم تجددوها، هي بشكل افتراضي أنه إحنا نزلنا سيرت بوت، فهو سيرت بوت بيضيف مثل كرون، وهذه الكرون كل لما تقترب من نهاية صلاحيتها السيرتيفيكيت يقوم بتجديد الشهادة. نفس الشيء للأوباك، يعني إذا عملنا ريفريش كمان نلاحظ إنه هو أوريدي صار في عندنا سيرتيفيكيت. طيب، وهذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.